I'm going to go to the next slide.
I'm going to go to the next one.
الذي سيتبع على كل تقرير الإمام أحمد في منهجه الفقهي هو أنك لا يذهب وأتبع على الكتاب من هذه الأمور حتى يضطرب حتى يضطرب من أمره الصواب ويستجيب أحوال الناس فالواجب عليك أن تعرف وتفقه الشرائع والتقويات والاستصحاب وغير ذلك من تقويم الإمام فأحد أستاذ محمد حنبل في كتاب المعين الخامس وهو كتاب جمع فيه استثناء أحمد ما يقرب من 30 ألف حديث مسلم وأكثر قوله الأحاديث والآثار جميع أدوار الكتب على رأس من تحملها على مسلمين استفادة كتب مسلم الخامس وعند هذا السؤال الثالث فيقول كتب الإجابة عن أن إمام أحمد كان فقيها قطريا فهذا أن كل فقيه الإمام أحمد في التي اعتمد عليها الكفاية ومعرفة الأحكام الشرعية وعدم كفايته التي هو ما يستقيم عليه منع بعض العلماء الإمام أحمد بأنه محدث وليس فقيها حيث كان يسأل كثيرا في المسائل لا يحدث فيها مقام ولا أحد فكان يتوقف ولا يلقي رأيه فيها فقال أن الإمام أحمد كان هناك الفقه ويميل في فقهه في الأصل حيث أنه كان فقيها متخيلا لأنه من فقهاء الحجاز على الرغم من أنه من فقهاء الفقه الحجاز وهي أدل على امتلاكه الطاقة الكبرى في الفقه وتبوئه وهذا خلاد فيه من كتابه في الفتوى وتقديم أدوات الأدوات التي تقدر بنحو 60 ألف فتوى قال تلميذه عبد الوهاب بن عبد الخلفاء ما رأيت مثل أحمد بن محمد قيل له وليس الذي دام لك من قبله وعلمه على الخير من بعيد قال مثل سئل عن 60 ألف مسألة فأجاب فيه بأن قال أحمد بن محمد وهذه الفتاوى وجدتها مدونة في عشرات كتب المسلمين التي روتها من ألف التلاميذ بعد انتقال أحمد بل أحيانا كان بعض كبار المسلمين بعد رأيه أكثر من تسليم المنهج ويأخذ برأيه في الفقهيات كما يكتبون عنه الروايات إن كان مسلما كذلك رأيه بكتابين كأنكين بعض الأشياء لا يقيس أكثر من ذلك من خلال أهل الخلق قال كما يقول أحمد سيدنا وإمامنا ولماذا قال أبو القاسم أكثر الناس يظنون أن أحمد كان أكثر ذكره موضع مثل بمثل خلق القرآن الكريم وليس هو كذلك كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن المسألة كان يعلم الدنيا بين المسلمين واعتمد بفقهه العلم الكبار من شيوخه وأقرانه وتلاميذه ثم لم عدم صدق في الإسلام والعلم والشريعة والإيمان من قديم قسم الرأي في الأقطار في بغداد الدجال واليمن والشام ومصر وغيرها العدد لقد فاق الجمهور أقواله في كتابه تدريب الإسلام وسورة عن منهج البلاد وغيره في غيرهما من طلبه الكبار فمن الذين معه في الفقه كتاريخ وصلاح الفقه السليم ورئيس حاسب الاسلام وابي طالب وعبد الله المدين ونسائي حافظ الراحلي وعلاقيا في هذا هذا هو مختار واصحاب مكاري وعباسس بن مأمون وغيرهم كثير كثير ويكفيه ايضا استاذ وهو من هو في الفقه والمسيره في الجزيره وفي عهد من السبعين أحمد إمام في تمام اتصال، إمام في الحديث، وإمام في الفقه، وإمام في اللغة، وإمام في القرآن، وإمام في الفقه، وإمام في الجزء، وإمام في الزراعة، وإمام في الفقه. وإمام أحمد يحدث بنفس الروايات صحيحة من تقييم الناس، ويعجزها من مرجعها، ولا يفوتها من منطقها، وعالمها من خاصية والفضل من خير وإمام أحمد أيضا فقيه ينقص معالم النصوص والفوائد والروايات مثيرة لفقه جميع أعمال فلسفته في قصائد الأمة
Thank you.
Thank you.
النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين له. لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سلكوا بعده بالفتوى في أشياء كثيرة، ولولا أن قد عرفتها لبدأت بها إليه. ثم اختلف التابعون في أشياء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير خير تراهم وقد خلفوا. ثم اختلف الذين كانوا بعدهم فحدثهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فقال لهم ربيعة بعدما أمر ما قد عرفت ظهره، فسمعت قولة فيه وقول غير رجل في المدينة مثل مسعود وعبيد بن مسعود وكثير بن حقق وغير كثير ممن هو السمعون، فاستغربت ما تركت من ذلك إلى قراءة مسعود. ولكن تلك أنت وعبد العزيز بن عبد الله بعد ما نعيب على ربيعة من ذلك فإنما من المنافق المعصوم عن فرد فكان من الناس فاسد وما ذلك الكثير الذي كان عند ربيعة خير كثير وعقل كثير ولسان بليغ وقلب مستقيم وطريقة حسنة في الحسن ومرضة ثابتة ومن ولنا فاسدة رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لأحسن من محمد، وكان يقول منذ ذاك اشتراك كثير إلى مسير المنزل، وإذا سافر إلى بعضنا فربما حفظ قلبه في أسفل الأدراك على قدر أمره وتقديره لتنفذ الأعمال، لم تجد عليها بعضا ولا يقول بالذي نظر من بعده في ذلك، فهذا الذي تدعوه إلى سقف الناس وقد عرف عهد انتظار الاله ان اجماع احمد في اجماع المسلمين بين الصلاتين ليله النصر، ونصر الثاني اكثر من نصر المدينه بما لا يعلم الا الله، لم يجمع منه تماما في ليله النصر، ويقول ابا ليلى بن الجراح من اصحاب التقليد ويزيد بن حجر السلام ورحم معاذ بن معاذ بن جبل. وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلمكم بالحبال والحصان وعلى أسلوب الجبل، وقال: يأتي النهار يوم القيامة بين يدي العلماء برحمة أو تسقطهم بمسافة بعيدة، فيحصل الحسنة ويحصل الخيرات بعد أسلوبها. وكان أبو ذر في مصر وأسلوب النعمان الساعة في وكانت تدعون من أهل الصحابة وبإجمال المسلمين كلهم، وأبو هريرة من الطريق وحديث السلمان وحمران الحصين، وأنزله أمير المسلمين عليه الصلاة والسلام، وكان معه حتى تسليم الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة من المنزل وحديث الصحابة، ومن ذلك الكلام في تفاوض الحصين ويومين في غزة، النبي لم يكن يتبع في المدينة ولم يكن أحد ولم يأتي به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثياب ولا خمس ولا بقاء ولا غيرها، ولم يأتي به إليه حتى جاء راشد أبو بكر يعني عثمان عليه، ثم إن هي كانت مع عبد العزيز فكانت قد علمت في سورة السنة وأحد البدع والجد في إسلام الدين وكتابة في قرآن والعلم بما مضى من خير الناس، فأخذ إليه قريبا ثم من في المدينة بكتابة الكتاب الواحد ويومين بعد الحق، فأخذ إليه أن أسمع العقيل ثم في مصر ذلك في المدينة، فوجدنا أهل الشام على غير ذلك فلا نقول كل اجتهاد تكلمنا عليه أو غير ذلك، وقد رجم بين عشاء والنبي في ليلة النحر، والنصر يكتب عليه في منزله الذي كتبت به ربما ساكنا، وأخواته عند كثير من أعمال الحرب، ومن ذلك أن أهل المدينة يقولون في أبو قاسم الزهري: إنها لك ساعة تتكلم في مقطع صباح فيها تكلمت بها إليه، وقد وافق أهل العراق
المدينة على ذلك وأخذتهم أخذتهم ولم يقدر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعدهم إلا أن يتواصل إلا أن يفرق بينهما الفراق وتكون على الحق ومن ذلك قوله إنه لا يكون عليه الفراق حتى يوصل وإما يوصل بعض لا يستطيع
I'm not going to be able to do that.
Thank you.